عن أفراحنا الصغيرة بعز الحرب من بين الركام. عمر فرحته الصغيرة كانت بطاريات سماعاته اللي لقاهم تحت الركام. وين لقيتهم يا عمر؟ من شكل في القصف لقاهم عمر. عمر طفل فاقد للسمع بنسبة كبيرة شديدة جدا في قطاع غزة، في الجزء الشمالي من قطاع غزة، تحديدا في شمال غزة. عمر له 4 شهور بدون سماعات لأنه كان بدور على بطاريات، وكل الأماكن في قطاع غزة اللي تهتم وبتعنى بأطفال ذوي الفقد، فقد السمع الشديد أيضا، كانت مغلقة وأغلبهم نازحين لجنوب قطاع غزة. الحمد لله، هذه فرحتنا، عمر رحيل بس السماعات. ألو ألو، اسمع، في صوت؟ في صوت؟ سامع؟ قول يا رب تخلص الحرب. يا رب خلصت الحرب يا رب.